السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا طلاب الصف الحادي عشر علمي وتكنولوجي في درس جديد من دروس الرياضيات من الوحدة السابعة الدرس الرابع المعادلات المثلثية الجزء الرابع. أهداف الدرس: سوف نتعلم في هذا الفيديو حل معادلة مثلثية باستعمال متطابق ضعف الزاوية، وأيضاً حل معادلة مثلثية باستعمال متطابقة نصف الزاوية. التمهيد: درست في الحصة السابقة حل معادلة مثلثية باستعمال التحليل إلى العوامل. تذكر عزيز الطالب متطابقات ضعف الزاوية وأيضاً متطابقات نصف الزاوية. في هذا الدرس سوف نستعمل هذه المتطابقات للمساعدة في حل المعادلة المثلثية. والآن عزيز الطالب تذكر ما درسته في الحصة السابقة وتدرب بحل تمرين 21 صفحة 147 من الكتاب المدرسي. أوجد كل حلول المعادلة من دون استعمال الحاسبة. sin to the power 2 theta minus 2 sin theta equals 0. والآن لنتناقش بخطوات الحل. هذه المعادلة هي معادلة تربيعية في ساين ثيتا، وبما أن ساين ثيتا موجود بكلا الحدين بإمكانك أن تحل هذه المعادلة بإخراج ساين ثيتا أولا عاملا مشتركا، وبعد ذلك وباستعمال خاصية الضرب الصفري ستجد أنه إما ساين ثيتا إيكوال زيرو وإما ساين ثيتا ماينس تو إيكوال زيرو. لنبدأ بساين ثيتا إيكوال زيرو، وتذكر مرة أخرى عزيز الطالب عندما تكون قيمة ساين ثيتا أو كوساين ثيتا 1 أو 0 أو نيجاتيف 1 فإن ذلك يعني أن الزاوية ثيتا هي زاوية ربعية. ومن هي الزاوية التي لها قيمة الجيب إيكوال 0؟ أحسنت، بالرجوع إلى المستوى البياني وإلى دائرة الوحدة وإلى الزوايا الربعية ستجد أن الزاوية 0 وأيضا الزاوية 2 باي وكذلك الأمر الزاوية باي، كل من هذه الزوايا لها قيمة الجيب إيكوال زيرو. وكيف نستطيع التعبير عن الحل في هذه الحالة؟ أحسنت، ثيتا بهذه الحالة هي عبارة عن مضاعفات الباي، ونعبر عن ثيتا بكي باي حيث كي هو عددا صحيحا. وماذا عن المعادلة ساين ثيتا ماينس 2 إيكوال زيرو؟ أحسنت، بجمع 2 إلى طرفي هذه المعادلة ستحصل على أن sin theta equals 2. ولكن عزيز الطالب تذكر أن قيمة الجيب هي محصورة ما بين negative 1 و 1، وبالتالي لا يمكن أن تكون قيمة الجيب equals 2. إذن الحل العام للمعادلة بهذه الحالة هو فقط k by حيث k هو عددا صحيحا. والآن عزيز الطالب لنناقش المثال الرابع صفحة 144 من الكتاب المدرسي. أوجد حل المعادلة المثلثية sin 2x equals cosine x في الفترة من 0 إلى 2 باي مغلقة عند 0. الحل: لحل هذه المعادلة فإن أولى الخطوات هي إيجاد قيمة كل من sin x وcosine x. ولكن ما هي المشكلة الموجودة بهذه المعادلة؟ أحسنت، الزوايا هنا مختلفة، فالزاوية هنا هي 2x والزاوية هنا هي عبارة عن x. وحتى تستطيع أن تحل هذه المعادلة فإن أول ما ستقوم به هو توحيد الزوايا. إذن في المعادلة المثلثية سوف نستعمل متطابق ضعف الزاوية ونعوض مكان sin 2x 2 sin x cosine x. ولكن لما هذه الخطوة كما ذكرنا؟ أحسنت، لأنه يجب علينا أن نوحد الزوايا في جميع النسب المثلثية الموجودة في المعادلة، وكما تلاحظ فإن الزوايا هنا جميعها هي x. والآن كيف تستطيع أن تحل هذه المعادلة؟ ممتاز، هنا نستطيع طرح كوسين x من طرفي المعادلة، وبعد ذلك استعمل التحليل، وذلك بإخراج كوسين x عاملا مشتركا. الخطوة التالية لحل هذه المعادلة هي استعمال خاصية الضرب الصفري، فإما كوسين x equal 0 وإما 2 sin x minus 1 equal 0.
والآن تذكر عزيز الطالب، عندما تكون قيمة سين إكس أو كوسين إكس هي 1 أو 0 أو نيجاتيف 1، فإنه بالضرورة أن الزاوية إكس هي عبارة عن زاوية ربعية. وكيف نستطيع إيجاد الزاوية إكس التي قيمة جيب التمام لها إيكوال 0؟ أحسنت، باستعمال دائرة الوحدة. إذن استعمل دائرة الوحدة ولاحظ أن الزوايا التي لها قيمة جيب التمام إيكوال 0 هي إما باي أوفر 2 أو 3 باي أوفر 2. كلتا هاتين الزاويتين لها قيمة جيب التمام إيكوال 0. وماذا عن المعادلة الثانية؟ أحسنت، اجمع إلى طرفي المعادلة 1 وبعد ذلك اقسم طرفي المعادلة على 2 لتجد أن قيمة سين إكس إيكوالز 1 أوفر 2. وبعد ذلك لإيجاد قيمة إكس في هذه المعادلة يجب عليك أن تجد الزاوية المرجعية. وكيف تستطيع ذلك؟ رائع، باستعمال معكوس دالة الجيب. ومن هي الزاوية التي لها قيمة الجيب إيكوالز 1 أوفر 2؟ رائع، إنها إحدى الزوايا الخاصة وهي باي أوفر 6. وبما أن قيمة الجيب هي قيمة موجبة، فإن الزاوية التي نبحث عنها إما أنها تقع في الربع الأول وبالتالي فإنها تساوي باي أوفر 6، أو أنها تقع في الربع الثاني وبالتالي فإن قيمتها equals 5 باي أوفر 6 باستعمال المعادلة باي ماينس إكس برايم. وهكذا فإن الحل في الفترة من 0 إلى 2 باي لهذه المعادلة المثلثية هي إما باي أوفر 6 أو باي أوفر 2 أو 5 باي أوفر 6 أو 3 باي أوفر 2. يمكنك أن تدعم إجابتك بيانياً من خلال التحقق من مقاطع X الأربعة للدالة. ولكن أي دالة؟ بالرجوع إلى المعادلة المثلثية الموجودة بجذر السؤال، اطرح كوسين X من طرفي المعادلة لتجعل أحد أطراف المعادلة إيكوال 0. وبعد ذلك قم بإحضار الدالة المرافقة لهذه المعادلة واكتب مكان 0 F of X. استعن بمستوى بياني مناسب ومثل الدالة F of X لتجد أن حلول المعادلة هي عبارة عن مقاطع الدالة مع محور X. ولاحظ هنا أن محور X مقسم إلى فترات طول كل منها باي أوفر 6. وهكذا فإن المنحنى يؤكد الحل الذي حصلت عليه جبرياً. والآن عزيز الطالب حاول أن تحل تمرين 25 صفحة 147 من الكتاب المدرسي. حل جبرياً لإيجاد قيم دقيقة في الفترة من 0 إلى 2 باي مغلقة عند 0، واستعمل الحاسب البيانية لدعم إجابتك الجبرية فقط. كوسين 2x بلس كوسين x إيكوال 0. الآن عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم حاول حل التدريب. قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك. والآن عزيز الطالب لنناقش المثال الخامس صفحة 145 من الكتاب المدرسي. حل المعادلة sin to the power 2x equals 2 sin to the power 2x over 2 في الفترة من 0 إلى 2 باي مغلق عند 0. الحل، لاحظ في هذه المعادلة الزوايا غير متشابهة، فالزاوية هنا equals x والزاوية هنا x over 2. وما هو المهم الآن؟ هو توحيد القوة أم توحيد الزوايا للنسب المثلثية؟ أحسنت، المهم هو توحيد الزوايا، لأننا بعد ذلك من الممكن أن نحول المعادلة إلى معادلة جبرية بدلالة متغير واحد. إذن من المهم هنا هو توحيد الزوايا. وكيف سيكون ذلك؟ اكتب المعادلة الأصلية واستعمل متطابقة جيب نصف الزاوية وعوض مكان sin to the power 2 x over 2 1 minus cosine x over 2. وهكذا ستلاحظ أن الزوايا أصبحت نفسها في النسبة الأولى وأيضا في النسبة الثانية. وباختصار 2 في البسط والمقام ستجد أن sin to the power 2x equals 1 minus cosine x.
هل من الممكن توحيد النسب المثلثية؟ أحسنت، باستعمال متطابقة فيثاغورس بإمكانك أن تعوض مكان sin to the power 2x 1 minus cosine to the power 2x. وهكذا أصبحت المعادلة معادلة تربيعية في كوساين x. اطرح من طرفي المعادلة 1 minus cosine x. والآن جمع الحدود المتشابهة لتجد أن 1 minus 1 equals 0. رتب المعادلة وابدأ بكوساين x. نستطيع أن نحل هذه المعادلة بإخراج كوساين x عاملا مشتركا. وبعد ذلك قم باستعمال خاصية الضرب الصفري، إما كوساين x equals 0 أو أن 1 minus cosine x equals 0. لنبدأ بالمعادلة كوساين x equals 0. من هي الزاوية التي لها قيمة جيب التمام equals 0؟ أحسنت، هي حتما زاوية ربعية. وكيف تستطيع أن تجد قيمة هذه الزاوية؟ ممتاز، باستعمال دائرة الوحدة لتجد أن الزاوية التي لها قيمة جيب التمام equal 0 هي إما by over 2 أو أنها 3 by over 2، فكلا هاتين الزاويتين قيمة جيب التمام لهما equal 0. وماذا عن المعادلة الثانية؟ أحسنت، اجمع كوساين x إلى طرفي المعادلة لتجد أن كوساين x equals 1، وبالتالي فإن الزاوية x هي بالضرورة زاوية ربعية. وباستعمال دائرة الوحدة ستجد أن الزاوية 0 هي عبارة عن الزاوية التي لها قيمة جيب التمام equals 1. ولكن ماذا عن الزاوية 2 باي؟ أليس قيمة جيب التمام لها equals 1 أيضا؟ نعم، ولكن بهذه الحالة سوف نستثني 2 باي، وذلك لأن الفترة مفتوحة. وبالتالي فإن الحلول هنا في الفترة من 0 إلى 2 باي هي إما 0 أو باي أوفر 2 أو 3 باي أوفر 2. يمكنك أن تدعم إجابتك بيانياً من خلال التحقق من مقاطع X. ارجع إلى المعادلة الموجودة بجذر السؤال واطرح 2 sin to the power 2 X over 2 من طرفي المعادلة، واكتب مكان 0 F of X لتجد أنها الدالة المرافقة لهذه المعادلة المثلثية. استعن بمستوى بياني مناسب ومثل الدالة f of x لتجد أن حلول المعادلة هي عبارة عن مقاطع الدالة مع محور x، وهي عبارة عن 0 وأيضا باي over 2 وأخيرا 3 باي over 2. ولاحظ هنا أن محور x مقسم إلى فترات طول كل منها باي over 2. والآن عزيز الطالب حاول أن تحل تمرين 31 صفحة 148 من الكتاب المدرسي. استعمل متطابقات نصف الزاوية لإيجاد كل الحلول في الفترة من 0 إلى 2 باي مغلقة عند 0، ثم أوجد الحل العام للمعادلة cosine to the power 2x equals sine to the power 2x over 2. الآن عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم حاول حل التدريب. قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك. إلى هنا أعزائنا الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس، نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه، وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.